اكو منغصات سياسيه دكتور مناف الموسوي. الوضع الداخل العراق ايضا سياسيا ايضا مو جاهز حيل. اكو تقاطعات بينيه، اكو اصدقاء من داخل الاطار التنسيقي للسيد محمد الشيع السوداني، واكو منافسين شرسين له. حتى التيار الصدري حاليا دا يلمح لوجود شيء منافس للاطار التنسيقي. انا اريد اعرف شلون راح تاثر هذه الصراعات البينية والصراعات التنافسية على أداء السيد السوداني في وقت هو يروح به لواشنطن، أكبر أقوى دولة بالعالم، ووقع معاهم عقود جيدة ويفترض الزيارة تنجح. أكو من يضع المكابح بوجه هذه الزيارة برأيك؟ لو هذا تحصيل حاصل، هذا الواقع عندنا. لا يعني هو أولا حتى لأن سؤال طويل يحتاج إلى تجزئة تفصيل بهذا الاتجاه. اولا يعني من وضع المكابح هم يعني جزء من الاطار التنسيقي، اداره الدوله باركت الزياره، الاكراد باركوا هذه الزياره، جزء من الاطار التنسيقي داعم للسيد السوداني ومبارك لهذه الزياره. يبقى الجزء الاخر، الجزء الرافض للوجود الامريكي. اليوم الاستاذ حيدر يقول تواجد، يعني احنا نوقف يعني العمليات كانما، بل ما نخرج القوات. هذا يعني هذه تفسير تاويل لهذه المشكله، وهذه بالنتيجه هي مشكله داخليه، صراع داخل الاطار في كتل. يعني اليوم التيار الصدري تتحدث عنه تيار منسحب منعزل، هسه ما اقول لك برايه، لحد الان التيار الصدري لم يعطي رايه بهذا الاتجاه، اعطى بالخطوط العامه. يعني هو يصف هذه الحكومه حكومه بني العباس، يصف الداعمين لهذه الحكومه بالفاسدين، يرفض التعامل معهم، يرفض التحالف معهم. يعني هذه مانشيتات عريضه يطرحها السيد الصدر والتيار الصدري بشكل عام للاطار التنسيقي ولحكومه المحاصصه اللي موجوده ضمن ما يعني يتحدثون به الاخوان ضمن ائتلاف اداره الدوله. لكن بالنتيجه اليوم المشكله التي يواجهها بالتاكيد السيد السوداني هي مشكله الاطار التنسيقي. وانا ربما تحدثت في اكثر من يعني من لقاء قلت اليوم الصراع هو داخل الاطار. وتعرف يعني يعني خطابات زعماء الاطار التنسيقي كانت واضحه وشديده اللهجه بالنسبه الى السيد السوداني، بان السيد السوداني تم تكليفه بهذه المهمه، وبالتالي الاتفاق في التكليف لا يجدد، لا يدخل انتخابات قادمه، وان يعني مجموعه من الشروط. تعرف بعض الزعماء كانوا يتحدثون يقولون السيد السوداني هو مدير عام لدى الاطار التنسيقي وينفذ سياسات الاطار، والجميع يعلم انه السيد السوداني لحد هذه اللحظه ويحضر اجتماعات الاطار التنسيقي يعني كأي فرد من افراد هذا الاطار، وبالتالي هو يخضع لكل مخرجات الاجتماعات التي هذا قبل كان يقال، اما حاليا يختلف. اليوم اكو خلافات كلش واضحه طفت على السلطه مع السيد مثلا نور المالكي، ما عاد السوداني مثل الاول. طبعا مو فقط طبعا هذا ما نقول، هذا الخلاف اللي موجود داخل الاطار اليوم واللي انت تفضلت به، اللي ابتدى السيد المالكي حينما قال يعني من يريد ان يجدد إلى ولاية ثانية أو يريد أن يدخل الانتخابات عليه أن ينسحب أو يستقيل من المنصب قبل ستة أشهر. يعني كنقطة هذه أنا أتفق معها كثيرا، حتى لا يتم استغلال المنصب كما تم استغلاله في الدورات السابقة أو في حتى مجال انتخابات المجالس المحلية. السقطات السياسية الداخلية، حتى ألتزم بموضوع الحلقة دكتور مناف، السقطات السياسية الداخلية يمكن تكحلها مخرجات إيجابية جيدة لزيارة محمد الشيع السوداني لأمريكا.